يقول: عامل يريد مني مبلغ من المال، حدث بيني وبينه سوء تفاهم فذهب ولم أجده، وبعد فترة سألت عنه لأعطيه المبلغ، قال لي لا أريده، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ إذا قال لا أريده فقد سمح عنه، قد سمح عنه، ما دام أنك طلبت منها أخذه وقال لا أريده فقد سمح عنه لك، هو الذي سمح به وحقه سمح به. إلا إذا كان قال هذا من باب الغضب، إن كان قال هذا من باب الغضب لا من باب طيب النفس، فعليك إن لم يقبله أن تتصدق به، إذا لم يقبله تتصدق به.